زي ما يعني قلت في المقدمة، متهيألي إنه صحة الأولاد دي هي أهم حاجة وأغلى حاجة، ويمكن بنهتم بيها يعني من أولويات حياتنا كلنا كأهل. دي حقيقة يؤكدها القول المأثور: الصحة تاج على رأس الأصحاء لا يعرفه إلا المرضى. صحيح، احنا ما نقدرش قيمة الصحة إلا لما نصاب بأي حاجة مهما كانت بسيطة. ساعتها بقى بنعرف قيمة إن الواحد يبقى ما عندوش أو يبقى خالي من المرض. لما احنا بنكسبيرينس أو بنجرب العيا في مرة، بيخلينا لما حد من ولادنا يصاب بأي مرض مهما كان بسيط نبقى متألمين له بقدر ما نعاني وقدر ما خبرنا مع المرض لما شفناه. ولذلك زي ما حضرتك قلتي، إذا كان الواحد بيتألم لابنه أكتر ما يتألم لنفسه، يبقى من باب أولى لما بيشوف ابنه فعلا تعبان بيبقى دي بالنسبة له أسوأ تجربة ممكن يمر بيها في حياته. طيب دكتور، وده حقيقي، الكلام ده حقيقي طبعا 100%، بس انا بتخيل دايما انه لما بلاقي شخص كده بيتمتع بصحة كويسة يعني قوية، بقول الشخص ده اكيد من الطفولة يعني عرفوا اهله يهتموا بصحته صح، يعني دايما احس ان اكيد كان متقدم له رعاية طبية مظبوطة، اكيد كانوا مهتمين جدا بصحته وبتغذيته من الاول خالص من الطفولة. كلام برضو مظبوط 100%. علشان تنشئي طفل كويس بحيث انه يبقى في الاخر زي ما حضرتك بتقولي الشخص ده صحته كويسه، يبقى بالتاكيد نشأة صحيه كويسه، لازم نبقى عارفين ان في عوامل كتير جدا بتتحكم في صحه اي شخص فينا. طبعا لا شك انه اولها العامل الوراثي. في عامل وراثي بيرثه الطفل من ابويه، من الام والاب، بس احنا مع الاسف ممكن ندمره، ممكن نفسده. ولذلك العامل البيئي والعامل التنشوي او التنشئي اللي ممكن ان احنا يعني يغلب على طبعنا في تنشئه وتربيه اولادنا عليه العامل الاول. العامل الوراثي حاجه مش في ايدينا، انا اتولدت عندي مشكله في عضلاتي مش زي بقيه الاطفال، تركيزي اقل شويه، في الاخر الامور بتتفق مع الاجتهاد. اللي بيلعب جيم واللي بيحرص على انه مش لازم جيم على فكره، اللي بيلعب رياضه باي شكل من الاشكال، انزل امشي بس، انزل امشي يعني. مثلا اي نوع من استعمال العضلات بشكل ايجابي يخلو من العنف هيخليني احافظ على شكلي الهيكلي، الفيزيكال باور بتاعتي او القدره العضليه كويسه. التركيز الذهني تمرين. اي حد في الدنيا، انا دايما اقول لاولادي كنت انه كل حاجة بتبدأ في أولها في المذاكرة صعبة جدا، ولما يعدي يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة يبدأ المخ يبقى خلاص ويل تريند، اتمرن اتعلم ازاي يكتسب وازاي يحفظ وازاي يبقي على الحاجة اللي هو بدأ يتعلمها ووجد فيها صعوبة في الأول. ما ينفعش طفل تنشئيه أو ترغبي في تنشئته تنشئة طبية كويسة يبقى عايش في بيت فيه مدخنين مثلا، يعني أو في بيت فيه دخان بشكل عام يعني. ولذلك في جزء يخص البيئة المحيطة، ان احنا نحاول بقدر الامكان اماكن السكن تكون اماكن بقدر الاستطاعة تخلو من الملوثات، وجزء مش عام خاص يخص البيت، كل بيت على حدة، وهو انه ما تاخديش ابنك وتخش بيه المطبخ الرضيع وتحطيه تفرشي له جنبك او تحطيه في حاجة جنبك، لانه كل الغازات والمواد المنبعثة من الحرق هيطلع وهتطلع ويستنشقها كل اللي موجودين في المكان. يعني لو هي بتطبخ حياتك بتقصد ما يدخلش معاها المطبخ. بس يعني ده يمكن حاجة صعبة شوية على كتير. مش صعبة، لأنه هو إذا كانت هتقعده معاها أو جنبها، طب ما تقعده بره باب المطبخ، والمطبخ يبقى جيد التهوية، وهي تبقى عينها عليه وسمع صوته. في وسائل كتيرة تقدر الأم تتغلب بيها، غير إن أنا معلش عشان ما أقدرش فأنا هضحي بصحة الطفل. لا، أنا بقصد إنه في أمهات ما بيبقاش عندها رفاهية إن في حد في البيت بيساعدها. مش لازم حد حضرتك، أنا ما قلتش حد خالص. هي لوحدها تماما، فبتبقى خايفة، بالذات لو الطفل ده يعني طفل لأول مرة، بتبقى خايفة جدا عليه إنها تسيبه بعيد، يحصل له حاجة، يقع من على السرير، يعيط. ما يتحطش على سرير أصلا، طفل رضيع ما يتحطش على سرير.
لأن الطفل الرضيع ممكن من 4 شهور وبعض الأطفال من أقل من كده يبدأوا يتحرك. فلو اتحرك بقى potentially dangerous، بقى فيه خطورة، احتمالية خطورة. احتمالية الخطورة ديت عشان أتغلب عليها لازم أأمن طفلي. ولذلك مين اللي بنشوفه أكتر بيقع من على السرير ومن على مرتفعات؟ مين اللي بيقع من على غسالة؟ احنا بنشوف الكلام، انا بضرب امثلة باللي انا بشوفه. اصلا حطيته على الغسالة ورحت اعمل الحاجة الفرنية سمعت دم. الكلام ده ما بيحصلش الا في المدن، ما يحصلش في الارياف. كلما زادت البساطة في البيوت كلما قلت المخاطر على اطفالنا. الام اللي بتحط ابنها على حصيرة في الارض هتبقى معرضة لخطورة اكبر، ولا الام اللي بتحطه على مرتفع وتسيبه زي ما قلتي حضرتك في سرير؟ ايه المشكلة ان انا احطه على حاجة على الارض، اعمل له زي البارك اللي بيتعمل الناس بتعمل بارك وتجيبه وتحوطه واعمله على الارض. على فكرة احنا يعني الكلام اللي حياتك بتشرحه ده احنا بنشوفه كتير جدا في الفيديوز بتاعت الاجانب، وكنا بنستغرب قوي هم ليه مثلا حاطين زي بتبقى سجادة زي ماب كده على الارض وقعد لحاف. خلينا نتكلم بلغة ولادنا واهلنا. صح لحاف، على لحاف. حياتك معاك حق على فكرة 100%. اي حاجه لحاف ملايه اطبها اكتر من طبقه واحطها على الارض واحط عليها الطفل بالظبط، يعني امنته. انا كده بالشكل ده امنته. لا دي افكار حلوه قوي احنا بنديها للامهات دلوقتي، يعني ما تحطيش ابنك على السرير لو انت خايفه ان هو يقع، حطيه على الارض وتحتيه حاجه تبقى ناعمه ما يبقاش على مرتفع. اتصرفي بقى على هذه القاعده، ده كلام موجه للامهات، يعني اتصرفي بحيث انك تامني طفلك ما يبقاش في مكان مرتفع ممكن يقع منه، ويبقى بعيد. الموضوع الاساسي بعيد عن التعرض للدخان. انا خرجته كده بره المطبخ، لان احنا كنا بدانا الكلام على انه الصحه تبدا منذ الصغر بعدم التعريض لحاجات كتيره، على راسها الابخره والدخان المنبعث اما من السجاير او من المطبخ. يعني حتى الطبخ ده يا دكتور غير مسموح. كل حرق بيطلع حاجات غازات مكتمله الحرق وغير مكتمله الحرق. طب ده خطورة بقى علينا احنا طبعا، بس هي الفكرة الفكرة ان الخطورة بتبقى اقل في الكبر واقل من دخان المطبخ من الطفل، من دخان السجاير اقل بكتير بمراحل، وعلينا احنا يعني كبار اقل بكتير من الاطفال. يعني هضرب لحضرتك مثلا على المطبخ بالظبط بالظبط اقل بكتير جدا من الاطفال. على سبيل المثال كمية الماتيريالز أو المواد المتبخرة اللي بتخرج من دخان السيجارة أو الأرجيلة الشيشة أو النرجيلة، اسمها نرجيلة، دي تقدر بحوالي 700 إلى 7000 مادة أو غاز، وفي بعض التقديرات 70,000. الناس بتتخيل ان الشيشة دي مثلا هي اقل ضرر من السجاير. لا، هي اكتر ضرر بكتير بكتير. ولذلك ناس كتير من المدخنين تفاخر انا بشرب سجاير بس ما بشربش شيشة. لا، ولا ده ولا ده، يعني ولا ده ولا ده. لكن احنا لما هنقارن، لا طبعا السيجارة اهون شوية، لكن في مصيبة أكبر منها. وإن كانت دلوقتي بقت المصايب مجتمعة علينا، إنه كان زمان الشيشة ديت مقترنة بالقهوة وخارج المنزل. أيوه. دلوقتي بقى في شيشة في البيت. ده كتير جدا. فكنا دايما نقول إنه برضه أهو السجاير أهون علشان أهو السيجارة بتدخنها، أو الشيشة أهون علشان الشيشة بتدخنها بره البيت. لكن دلوقتي إحنا ناس بتدخن الشيشة وبتدخن السيجارة في البيت. على كل حال. جوه البيت صحيح حقيقي. الـ70,000 مادة اللي بينطلقوا من الـ من الـ من الـ من السيجاره المحترقه فيهم 70 ماده مسرطنه مثبته. 70 ماده من الـ70,000 دول رقم كبير الحقيقه. يعني المثبت ان هم حوالي 7000، ما هو دي قاعده السبعه. في حوالي 70,000 ماده، انا مش عايز اتوه حضرتك، في 7000 مثبت انهم بيطلعوا من السجاير. فيهم حاجات نيجليجبل، يعني ما تقدريش، يعني قيمتهم وتأثيرهم الضار بسيط ضعيف، لكن في 7 مثبت ان هم كارسينوجينيك مسرطنين. ناهيكي عن الكربون مونوكسايد اللي هو اول اكسيد الكربون، في مواد زي الالومنيوم، الزنك، الزرنيخ،
في امور كتيره يعني جدا دي كلها الهيفي ميتالز كمان لما بتترسب الثقيله طبعا المعادن الثقيله اللي بتنشا اللي بعد كده بتترسب وتبقى معادن ثقيله كلها بتؤثر على التركيز وعلى المينتاليتي وعلى القدره على الاستيعاب في الاطفال. عشان كده التاثير بيبقى اقل في الكبار لانه هو اوريدي اتكون الطفل الصغير لسه اللي بيتكون ده احرصوا عليه. يعني يا دكتور كده انا متهيالي ان انت رعبت الناس، وعلى فكره الرعب ده احيانا مطلوب. صحيح، بعض الرعب مطلوب. مظبوط، عشان اي حد بيتفرج علينا دلوقتي هيقول ايه بقى، انتوا بداتوا الحلقه بان اولادنا دول هم اغلى حاجه عندنا وهم اللي احنا عايشين عشانهم وهم اللي احنا بنعمل كل حاجه عشان سعادتهم، بقى معقوله انا يعني كاب او ام، حتى لانه في سيدات كتير جدا مدخنين، انا كاب او ام مدخن ممكن اكون للدرجات دي باذي ابني؟ يعني انا ممكن اكون باذي صحته، وانا ممكن اكون بالمواد اللي انا بخرجها من السيجاره او من التدخين دي بجيب له كانسر مثلا؟ الاجابه نعم، مع الاسف الاجابه بكل اسف نعم، انا ممكن اكون مش ممكن اكون بضره، انا بضره. وبعدين احنا مش هنتكلم على السرطان باعتباره هي حاجه مرعبه وهي حاجه احتماليات حدوثها اكثر ضآلة من حاجات بقى شائعة ومعروفة زي الربو، الحساسية الصدرية. ما هو على فكرة الربو هو الحساسية الصدرية، بس الدكاترة اخف شوية، لا الاثنين واحد، الدكاترة اخترعوا كلمة حساسية علشان كلمة ربو. يا خبر ابيض، بتخض، هو عنده ربو؟ ما هو انا قصدي كده هي الكلمة اخف شوية، الربو هو الحساسية الصدرية. كلاهما يساوي الاخر، الكلمه ممكن تتقبلها اكتر من الربو. يعني طبعًا عنده حساسيه، الولد عنده حساسيه يتقبل، الولد عنده ربو ده يجي لي حاله رعب. بس احنا اتفقنا ان احنا نتكلم بوضوح حتى لو كان الكلام هيضايق. طيب انا في بقى نقطه عايزه اعرفها دلوقتي، انا بقيت الاحظ ان 3/4 الاطفال عندهم حساسيه صدريه، يعني عدد كبير جدا من الاطفال بيعانوا من المشكله دي، ده نتيجه بقى التدخين، نتيجه انه حتى لو الاب والام مش مدخنين، نتيجه التلوث او الانبعاثات بقى الضاره اللي طالعه من كل حاجه، من العربيات، من الابخره زي ما حضرتك بتقول، حضرتك المصانع. حضرتك جاوبتي، يعني حضرتك قلتي كل اللي انا ممكن اقوله وزياده. مفيش حاجه، يعني الحياه العصريه فيها ضريبة احنا بندفعها، المايكروويف والبوتاجاز والأفران وأفران الغاز والتسخين باستعمال الأخشاب في الأماكن الزراعية أو استعمال النباتات تحرق و تنبعث منها ما ينبعث ويستنشقه المحيطين. دكتور، هو البخور بقى بيندرج تحت برضو الحاجات دي؟ برضو، لان كلنا بنحب البخور جدا ونحب ريحته ونحب نبخر يوم الجمعه كمصريين. مظبوط، احنا البخور زيه زي اي حاجه بتستنشق، مع فارق يتحط في الاعتبار وهو ان عود البخور ريحته حلوه، القدر الريحه تفرق طبعا جدا، اما اشم ده غير لما اشم ده، وقدر الانبعاث بتاع الكربون مونوكسيد والعناصر الاخرى اللي بتنطلق من الـ من الـ من من العود بتاع البخور مع راسه قد كده. بينما انا لما بقعد قدام بوتاجاز او قدام سيجاره او قدام اي حاجه تانية، القدر بتاع الحرق في سعه مساحيه اكبر، وبالتالي يترتب على كده ان الضرر اكبر. بالظبط كده، لكن كله يستوي. احنا بنقول الكلام ده ليه وبنربطه بصحة ولادنا؟ لانه الابخرة خلاص هتعمل لهم حساسية صدرية، هتجيب لهم امراض. في ناس على فكرة ده حتى الكبار، يعني انا شخصيا بيبقى عندي حساسية من بعض انواع البرفانات التقيلة جدا، ما اقدرش اتنفس، يعني كلام مظبوط، نوبة حساسية جامدة. ولازم بقى التنويه هنا، لانه كل ما نقلل استعمال السبراي، لان ده فيه تترا فلورو كربون، الماده اللي ساهمت في خرق طبقه الاوزون، وطبقه الاوزون دي الطبقه الواقيه للبيئه الانسانيه، البيئه الارضيه، وما بتدخلش الاشعه، ما بتدخلش الاشعه الضاره. فاحنا بنساهم، ولذلك نرجع تاني نستعمل الاوضه التواليت اللي هو كولونيا
مخفف وتتحط في الايد ونعمل كده ونعمل كده ونعمل كده. انا عارف يا دكتور انا بحس ايه، ان اي حاجه كانوا بيعملوها زمان دي تقدر جدا، يعني عرفنا قيمتها دلوقتي. الحاجات اللي احنا كنا بنشوف ايه ده بقى، يعني ما عندهمش اوتومايزر يرشوا بيه، معقوله يعني لسه بيعملوا اوضه تواليت دي كده وكده؟ لا ما هي ده عشان حاجه طبعا. هم ما كانوش يعرفوا انه عشان حاجه، هو العكس، هو احنا عرفنا مخاطر التكنولوجي زي ما قلت لحضرتك دلوقتي. فالعوده لان احنا نستعمل، كل ما كانت الحياه بسيطه كل ما كانت الاضرار المترتبه على استعمال التكنولوجيا اقل. صحيح. طيب خلينا بقى نرجع، انا عايزه يعني ابدا الحلقه دي باني ارجع لورا قوي من الاول خالص، طفل المولود، حديث الولاده. وبما ان كمان ده تخصص حضرتك. أيوة. هو الطفل اول ما بيتولد في المستشفى مش لازم دكتور الاطفال يبص عليه كده بصه؟ ضروري جدا. لان في امور لا تكتشف بالنظر، ان انا ابص كده لا البيبي كويس، في امور لازم تكتشف بالفحص او لا تكتشف الا بالفحص، والفحص من واحد ذو خبره. والخبره هتتوفر لدى طبيب الاطفال، ولذلك معظم يعني تقريبا حوالي 95% من اطباء النساء والولاده الناس الكبار اللي هم بيقدروا قيمه الانسان بيستعين بدكتور الاطفال معاه يبقى في حجره العمليات. صحيح. يعني الطفل يتولد يتسلمه دكتور اطفال، نايب لازم اطفال. على فكره لازم. طيب ليه بقى؟ عشان هو في ناس دلوقتي هتقول ايه، طب ليه بتقولوا لنا كده؟ لانه الطفل ممكن يولد بمشكله تنفسيه في الاول، والمشكله التنفسيه ديت ممكن التخلص منها جوه اوضه العمليات. يعني انا ما بقولش كل الحالات يمكن التخلص من مشاكلها جوه اوضه العمليات، لكن كثير منها ممكن ان احنا نتخلص من المشاكل المصاحبه للولاده بوجود دكتور الاطفال. مش بيتولد طفل يبقى نازل ونسمع انه كان نازل حته كهنه، حته لحمه، او مفيش حركه، مفيش نفس، مفيش ضربات قلب، يعني ما يعيطش او ما يعيطش او ايا كان التعبير. دي دكتور الاطفال اللي موجود جوه اوضه العمليات دي شغلته ان هو يبث فيه جزء من الحركه بالطريقه اللي ما تضروش وفي نفس الوقت تعيده الى الحياه. هو بيبقى اولموست الطفل ده بيبقى، او غالبا بيبقى الطفل ده تحت تاثير، اما انه شرب او انسبايرد او دخل له حاجه من الافرازات المحيطه بيه داخل، استنشق الافرازات اللي حواليه وهو داخل الرحم، وده مش التوقيت الطبيعي. هو بيتنفس عن طريق المشيمه طول ما هو جوه بطن الام، جوه الرحم. مجرد ما يخرج يبدا يستنشق الاستنشاق الادمي العادي اللي هو ياخد هواء، تبادل الغازات اللي هو ببساطه الاكسجين والكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون اللي بيحصل على مستوى المشيمه جوه بطن الام يمنع ان الطفل يتنفس داخل بطن الام، لان في سائل بيحيط بالطفل ويمنع انه يخبط في جدران الرحم من الداخل ويبقى سويمنج، يبقى بيعوم في الداخل. الطفل لو تنفس جوه رحم الام هيستنشق الميه المحيطه دي، واحيانا يبقى ديسترست نتيجه الطلق بتاع الولاده، نتيجه اسباب اخرى كتيره جدا، يقوم يديفيكيت، يتبرز داخل الميه دي، يقوم يستنشق الميه والماده البرازيه اللي بتبقى طالعه، يستنشقها تدخل فين؟ في مجرى التنفس، في المجرى التنفسي، يقوم يعمل، يترتب على ده مشاكل. الطفل ممكن في وجود دكتور اطفال جوه اوضه العمليات نجنبه كل ده، واحيانا بتصل الامور انه ما يحتاجش بعد كده حضانه، وعدم وجود دكتور اطفال يدخله حضانه. لو طفل مبتسر ناقص النمو ضروري جدا يحتاج دكتور اطفال يبقى موجود، علشان برضه يساعد في ان الطفل الى حين ان يحدد له هل هو محتاج يدخل حضانه ولا لا، يحافظ على حياته خلال الفتره دي ويدوله فرصه اطول علشان نجنبه دخول حضانه اذا كان هو يقدر ان هو يجنبه ده، او اذا كان الطفل ما هواش فيري بريماتيور او ما هواش ناقص النمو بشده. لانه اللي بيتولد 28 او 26 اسبوع غير اللي بيتولد 30 32 26 ده اللي هو تقريبا
تقريبا يعني حوالي 6 شهور ونص او 6 شهور. لا بس بيعيش يا دكتور؟ يعيش 6 شهور. بيعيش؟ طبعا يعيش. طبعا مش دعاية لكن بيعيش معانا اطفال 27 26 اسبوع. ما كانش الكلام ده زمان مع التقدم برضو يعني الحادث دلوقتي. لا لا بيحصل بس طبعا 6 شهور والطفل يبقى عايش. بس دي بتحصل في اوكيجنز او في اوضاع او اوقات قليلة. يعني مثلا في مصر احنا الاستاتيستكس بتقول الاحصائيات بتقول ان الاطفال الاقل من 28 اسبوع والاطفال ال 28 اسبوع لغاية 30 اسبوع الاسبوعين دول يفرقوا كتير جدا. ال 26 ل 28 اسبوع ومن 28 ل 30 28 ل 30 تقريبا السيرفايفر ريت او معدل انه يكمل الطفل ويبقى كويس وينجو بيبقى اعلى حوالي 7-8-10 مرات. لا هو فعلا الاسبوع بيفرق بدليل انه الاسبوع حتى في الشهور الاخيره بيفرق جدا جدا في الوزن على سبيل المثال. صحيح. مثلا اي ام عندها خبره هتقول انا رحت للدكتور فقال لي ان وزنه 2 كيلو. طب انت فاضل لك قد ايه؟ فاضل لك اسبوعين. في الاسبوعين دول ممكن يزيد فيهم بحيث انه يبقى طفل طبيعي. صحيح. 2.5-3.25 مثلا. طيب خلاص احنا اخدنا استلمنا البيبي وفحصناه وتأكدنا ان هو ما عندوش اي مشاكل تخص التنفس، لانه انا ساعات بشوفهم بيشفطوا مية عشان الطفل يقدر يتنفس كويس. او هو التشفيط والكلام ده بيحصل جوه اوضه العمليات بنسبة احتياج الطفل، ويخرج الطفل نكمل له التشفيط في حالة الحاجة في اوضة الاستقبال بتاع الطفل اللي هي في اوضة الاطفال. الكلام ده بيتم ويتساب الطفل تحت الملاحظة ساعة ساعتين على الأقل عشان نقدر نشوف هو قادر يتنفس بالظبط ونطمن عليه وإن هو ما يتعرضش لأنفاس الآخرين مجرد ما يخرج للدنيا كده. صحيح. أبوسه أشيله أحضنه. لا وإحنا بنحب قوي نعمل جدا الحاجات دي يعني. بالظبط كده. فإحنا بنحاول إن إحنا نحمي الطفل أتليست على الأقل لمدة ساعتين. طيب خلاص الطفل احنا تأكدنا من حالته الصحية انها جيدة وبدأنا نسلمه للأم. قبل ما نسلمه للأم احنا كشفنا عليه وتأكدنا انه القلب بالسماعة سليم مفيهوش مشاكل وانه الرئة الرئتين برضو بحالة جيدة وان تنفس الطفل في المعدل المعتاد. ايه هو المعدل المعتاد اللي تنفس الطفل بيبقى عليه بعد الولادة؟ يقع ما بين 40-45-48 في الدقيقة. ما دام الطفل ما عندوش إجهاد أثناء ما بياخد النفس ومعدل التنفس عنده يقع ما بين 40-48 وضربات قلبه سمعها الدكتور بالسماعة وقال إنه دي منتظمة وعادية وما هياش هي في حدود المعقول اللي هو عارفه وإنه ما فيش لغط سمعه على القلب يقول ان احتمال يكون فيه ثقب في مكان ما يقول كده الحمد لله تمام. بس المفروض الطفل ده يكشف عليه تاني بعد 6 و12 ساعة وبعدين بعد 24 و48 ل72 ساعة. لو الطفل كويس احنا بنقول للناس لان المسألة دي صعبة التحقيق في بلادنا. الطفل بيتولد يخرج بعد بالكتير 24 ساعة. احنا بقينا نشوف ناس بتولد في المستشفيات قيصرية وتخرج في نفس اليوم. فبالتالي علشان برضو الظروف الاقتصادية وما نبقاش ضاغطين على الناس خصوصا لو كانت بتلد في مستشفى يعني خاص وهتدفع فلوس، يبقى الافضل في الحالة دي يخرج الطفل ويبقى يزور دكتور الاطفال ما دام ما فيش اي مشاكل تنفسية خلال اسبوع. لكن لو فيه يروح في الحال يروح عشان يتأكد هو فيه زي ما هو شايف ولا لا. رقم 2 لازم توجيه النصائح للأهل انه في حاجة اسمها صفرة الأطفال حديث الولادة وانه دي ممكن تتعرف بمجرد النظر من عين أم عندها خبرة او حتى لو ما عندهاش. لو شكت لازم بالذات خلال ال 48 ساعة الأولى وخصوصا إذا ما كانت فصيلة دم الأم O وخصوصا إذا ما كانت فصيلة دم الأم RH negative
الحاجات دي لازم نبقى نعرف الناس في ار اتش نيجاتيف وفي ار اتش بوزيتيف، في ار اتش سالب وار اتش موجب. الطفل لو كان مولود لام فصيله دمها الار اتش بتاعتها نيجاتيف وهو فصيله دمه زي الاب بوزيتيف، ده احتمال، يبقى في الحاله دي هو معرض لانه يجيله صفره ذات خطوره، فلازم ناخد بالنا في اول 48 ساعه لو حصلت صفرا نرجع لدكتور الاطفال. واذا كانت فصيله دم الام او وفصيله دم الاب حاجه تانية، يبقى في احتمال ان الطفل يبقى او او حاجه تانية. فاذا كان حاجه تانية يبقى فصيله دم مختلفه عن الام، ده بيزود احتمالات الاصابه بصفره ذات خطوره. احنا لغايه دلوقتي بنقول حاجات بتضايق الناس على فكره وبتخوفهم، معلش بس الحاجات دي لازم الناس تركز فيها، لازم، دي مهمه كويس جدا قوي. مفيش ام عاديه متوسطه الثقافه الطبيه في اي حته في العالم ما تكونش واعيه بفرق ان انا فصيله دمي او ولا اذروايز ولا حاجه تانية، فلازم الام بس تبقى عارفه. بس في ناس بتبقى مش عارفه فصيله دمها؟ اه جدا كتير، برغم ان الدوله في دي مثلا على سبيل المثال عامله الدور اللي عليها. صحيح، احنا اللي ما عملش فصيله دم في حياته بيعملها عند 16 سنه وهو بيطلع البطاقه. طيب اسالي، خدي عينه راندم سامبل من المصريين 100 واحد فوق ال 16 سنه ومعاه بطاقه شخصيه، فصيله دمك ايه؟ وشوفي كم واحد هيعرف. وعلى فكره في 100 مليون صحه كانت بتتعمل من ضمن الفحوصات الفحص الخاص بفصيله الدم. مظبوط. يعني انا افتكر هنا انه حتى احنا في التلفزيون المصري هنا في ماسبيرو كلنا كان اجباري ان احنا نطلع نعمل الفحوصات دي ومنها فصيله الدم كمان. دي حاجه في منتهى الاهميه. فاذا ما علمت الام ان فصيله دمها او، لازم لو ما طلبش دكتور النساء، وما فيش دكتور نساء ما بيطلبش، تقول له انا عايز اعمل فصيله. عشان ده مهم جدا، لان ده مهم جدا لحياه ابنها. وعلى فكره بالنسبه لو هي مخططه تخلف مره تانية في الار اتش نيجاتيف. صح. ليه؟ لانه لو هي ار اتش نيجاتيف لازم تاخد الحقنه المضاده، لازم تاخد حقنه معينه عشان للانتي بوديز او للاجسام المضاده اللي بيكونها الطفل اثناء وجود الطفل الاول، اثناء وجوده في رحم الام تتكون اجسام مضاده تبقى موجوده. لو الطفل ده اتولد، الطفل اللي وراه اتولد وكان الار اتش بتاعته مختلفه، هتهاجمه هيتوفى. بالظبط كده، وممكن يتوفى جوه الرحم قبل ما يتولد. يعني مش عايزه بقى، يعني عايزين نقول كلام كويس بقى شويه عشان ايه بس الناس تبقى يعني متابعانا وهي مبسوطه. كويس. نتكلم على الرضاعه الطبيعيه بقى يا دكتور، عشان مهمة دي أوي. مهمه 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 جدا. والحقيقه انا بيفرحني قوي ان انا بقيت اشوف دلوقتي امهات كتير قوي مهتمه بان هي تقدم لطفلها رضاعه طبيعيه. الحقيقه كلام حضرتك مظبوط برضو فيما يختص بان بقى في امهات كتير. انا عندي امهات بتبكي بكاء يصل لحد النحيب لو هي اللبن عندها قل وابنها مش هيرضع منها او رافض. على وانا حاسه ان ابني مش عايز. ما هو دايما دكتور في اطفال بتبقى رافضه تماما. بيرفض ليه بقى؟ ليه؟ انا عايز اعرف القصه دي ومتهيألي امهات كتير عايز تعرف. واحد لو كان الام عندها فلات نيبل، الحلمة المسطحة أو السطحية، الطفل عايز حاجة يقدر يمسكها. فلما تبقى مسطحة الطفل مش هيقدر يمسك في حاجة، يمسك في لا شيء. طب في أسباب تانية؟ لأنه ممكن بيبقى في أسباب تانية. رقم اتنين أسوأ لو هي داخلة لجوه، ريتراكتد نيبل، الحلمة داخلة لجوه. رقم تلاتة اللبن عند الأم قليل، الطفل جربت له نتديله بيبرونة فالطفل قارن بقى. قارن بين حلمة قد كده وحلمة الأم اللي قد كده، فالمقارنة مش في مصلحة الأم. عشان كده دايما بقول للناس ما تديش فرصة لابنك يقارن، المقارنة عمرها ما هتبقى في مصلحتك. وعلى فكرة بيبقوا أذكياء جدا وعندهم قدرة ان هم يقعدوا يعيطوا كتير جدا ويتمسكوا بانه لأ، يعني لأ هو مش هيرضع رضاعة طبيعية، لغاية لما الأم هي بتيأس وبتخاف جدا وبتفقد الأمل وخلاص بتديله بقى الببرونة. حضرتك انت جاية في ملعبه، هو الطفل ذكي ملعبه جدا على فكرة، ملعبه الرضاعة ده. هو قدرته دلوقتي محددة في حاجة وحيدة، سكيل
او مهاره وحيده هو مولود وهو عارفها. الطفل على فكره وهو داخل رحم الام بيتعلم السكلينج او المص. ولقوا ان في اطفال بتتولد بيبقى عندهم في ايد من الايدي في المنطقه اللي ما بين الاصبع الابهام والسبابه الجزء ده كده لقوا فيه علامه زي بيرث مارك بيسموها فيتال ساكلينج بليستر او علامه مص الطفل داخل الرحم. الطفل بيبقى عامل كده فيمص في المكان ده يقوم يترك اثر. الطفل اللي بيتعلم المص من وهو داخل الرحم وهو جوه بطن الام لما هيخرج هو مش محتاج وقت ولا جهد. لا خالص مش محتاج. هو محتاج صبر ومحتاج عدم اعطاء فرصة المقارنة. المقارنة ليست في صالح الام خالص. والطفل المقارنة هتفقدها القصة دي يعني هي غير هي مش في صالحها وهتخليه هو يتمسك اكتر بالبيبرونة لانه بالزبط. عارف وبعدين في حاجة قصة تانية يا دكتور وماسك حاجة بتطلق لبن يعني زبوت. الله يعني لبن كتير التدفق هنا غير هنا وبيتدفق سهل جدا بالنسبة له هو يجهد نفسه ليه أصلا بالظبط كده تمام كده تمام. فالمقارنة مش مصلحتها ما تحطش نفسها في المقارنة دي. وتاخد بالها كويس قوي ان الطفل لما بيقارن انت عندك لبن كويس خلاص بس اللي هيقارن زي ما قلت لحضرتك بين اللي بياخد باسيفلي بيفتح بقه كده والحاجه بتنزل له بسهوله او باقل مجهود والحاجه اللي بيبذل فيها مجهود وتدفق فيها سريع. فخليكي بقدر الاستطاعه كأم خليكي صبوره. حضرتك قلت كلمه في غايه الاهميه تحل العقد تخليكي صبوره ما تيأسيش. طبعا الرضاعه الطبيعيه يعني من الحاجات من المشاكل هي كلها فوائد لكن يمكن مشكلتها الوحيده هو الصبر. مظبوط. هي محتاجة أم صبورة حقيقة يعني وتاخد بالها. احنا بنقول الكلام ده وبنقوله كويس ان احنا فرصة في منبر إعلامي ممنوع الأكلات الحريفة والفاست فود للاتي ترضعن. مفيش أم ترضع تاكل حاجة حراقة. الحراق هينزل للطفل سبايسي برضه هينزل للطفل حراق برضه. فالطفل يرضع هنا يستريح يرضع هنا يتعب فالمقارنة هتبقى مش في صالحك برضه. صحيح. طيب بما ان احنا بنتكلم على الرضاعة فانا عايزة اتكلم على جزئية مهمة جدا تخص الاطفال اللي اول ما بيخلصوا رضاعة بيصرخوا صريخ لا ينتهي بيعيطوا بحرقة رهيبة. الاطفال دي انا ببقى حاسة ان في مشكلة هنا تخص اللبن عندهم حساسية من اللبن. كلام جميل. حضرتك سألت السؤال وجاوبتي. اصل انا بنتي كانت كده حقيقي يعني ف هي تخلص المفروض الاطفال يعني اللي انا اعرفه اللي اتقال لي تبعوا هم شبعوا وخلص رضاعه هتنام هتسكت خالص مش هتزن مش هتسمعي لها صوت. لقيت الموضوع بقى يعني بطريقه عكسيه. لازم ناخد بالنا من الحاجات دي. ناخد بالنا من انه الطفل اللي شبعان وزنه بيزيد لان الفيصل دايما الميزان. الطفل وزنه بيزيد والطفل شبعان ومع هذا البكاء لا ينقطع. المسألة هنا ما بقتش مسألة جوع وبس وإن كان الجوع لازم يتحط في الاعتبار. في طفل دايما بيحب يبقى أوفر فد خصوصا لو الأم حطت الطفل على صدرها مدة طويلة هي عودته هو أخده تتينة بقى خلاص هو مش ده هو ده هو بالظبط كده هو تحول لتتينة. حضرتك كنت أم هايلة واضح أو أم هايلة واضح جدا يعني لأنه هو كده هو بالظبط كده زي ما حضرتك بتقولي بالظبط كده هو هياخد الام تتينه. وما اجمل ان تبقى التتينه دي هي ماما. يا سلام. وهي بقى ما تتحركش خالص من جنبه. ما هي دي برضو مشكله. ما هي محتاجه تعمل حاجات. احنا عشان كده بنقول ما ينفعش حتى باستثناء يمكن الاربع اسابيع الاولى من العمر ان الطفل يبقى موجود مع الام في نفس مكان النوم. يعني في اسوأ سيناريوهات يبقى موجود في مكان قريب في اوضتك او في مكان منفصل وبينك وبينه كده يعني ما يشعره انك نير باي انك موجوده وقريبه. لكن تواجد الطفل بالقرب من الام ولازق فيها طول الوقت هيبقى ديبندنت بيبي. ديبندنت دي طفل معتمد على الام ومش هيقدر ان هو يسيبها. هو عايز يبقى لازق على طول طفل اعتمادي. بالظبط كده. وعلى فكره طب انا هقول حاجه بقى
انا بلاحظ فعلا الطفل اللي الام بتعمل معاه كده حتى لما بيكبر بيبقى طفل اعتمادي. دي حقيقه، دي بجد عن تجربه. مظبوط مظبوط، بيفضل دايما محتاج للام في ادق تفاصيل الحياه، وعمره ما بيعرف ياخد قرار لوحده او ان هو يبقى لوحده في مكان او في اختيارين مثلا هو هيختار، عايز مامته هي اللي تقرر له. البناء النفسي للطفل يبدا منذ الولاده. انا اول مره اخد بالي من الحته دي يا دكتور حقيقي، يعني دي حقيقه ودي وده استنتاج سليم جدا جدا جدا. البناء النفسي للطفل يعتمد على طريقة التربية والتنشئة منذ الولادة. يعني أي حاجة صغيرة احنا بنعملها مع أولادنا وفاكرين إن هي مش معلمة فيهم، لا دي هي معلمة قوي فيهم. جدا 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 طبعا يعني. ولذلك احنا دايما نقول للأم خليكي شوية keep a distance، خليكي شوية بعيدة، مسافة صغيرة. أنت تشعري إنك موجودة عشان يحس بالأمان، لكن ما تبقيش لازقة. صح. هتلزقي هيلزق، فخلينا نبعد، ما يبقاش فيه التصاق. هيلزق وانت اللي هتعاني بعد كده، مفيش حد هيعاني غيرها. هو الحقيقه كمان هو هيعاني بقى لما تبدا هي في وقت في فتره متاخره ما انا عايزه تفصله. طب انت كنت الاول بتعملي كده ودلوقتي بتعملي عكسه ليه؟